في ظل إرادة سياسية مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، انطلقت المرحلة الثانية لكرت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وحصولهم على نصيبهم من رؤية مصر 2030 لضمان حقوقهم وتلبية احتياجاتهم كعنصر أساسي داخل المجتمع المصري. ده الحقيقة توجه استراتيجي من القيادة السياسية بأن إحنا نولي هؤلاء المواطنين حقوقهم كاملة. علشان كده إحنا عملنا المنظومة مميكنة حتى نستطيع أن نحوكم المنظومة ونعطي فعلا المزايا لمستحقيها. الفترة اللي جاية إحنا توسعنا في المستشفيات والأماكن اللي ممكن تجري الفحوصات الطبية، فشملت كمان بالإضافة لمستشفيات وزارة الصحة مستشفيات الجمعية ومستشفيات القوات المسلحة. أكثر من 10 إعاقات شديدة وواضحة شملتها المرحلة الأولى من إصدار كرت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم، والتي وصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف مستفيد، على أن تشمل المرحلة الثانية من ذوي الإعاقة المتوسطة مع تسهيل العمل من خلال منصة إلكترونية لتسجيل البيانات للفئات المستهدفة. هو بيزور موقع وزارة الصحة بيسجل بياناته البسيطة زي اسمه، سنه، رقمه القومي، رقم التليفون بتاعه، وبيدون نوع إعاقته. في الحالة دي موقع وزارة الصحة بيديله إتاحة وسماح بأنه هو يحجز موعد للكشف الطبي، وبيقول له وانت جاي للجنة يعني لازم يكون معاك الفحوصات والتحاليل المعينة. الكلام ده بيفيد المواطن اللي هياخد حقه، بيتعرف على الشخص اللي عفوا اللي ملوش حق فبيستبعد، وبالتالي تقدر دولة تودي استثماراتها للمستحقين فعلا. حاجة مهمة جدا انا شايفها انها بتكون قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وده شيء يعني مفتقدين دقته. يأتي كرت الخدمات المتكاملة التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتكاتف كافة مؤسسات الدولة لتوفير وتسهيل الرعاية والتعليم والدعم بمختلف أشكاله لمستحقي في التمكين والدعم المجتمعي. من مصر، ياسمين جبريل.